بالنسبه يعني الاهتمام وزاره الاوقاف بالمرأه على الخصوص تم صرف 25 مليون جنيه عباره عن استخراج شهاده امان للمرأه المعيله كما تم صرف 8 مليون جنيه في استخراج 140 ألف بطاقة رقم قومي للمرأة المعينة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وجاري العمل على استصدار 20 ألف بطاقة رقم قومي جديدة